الطارق اضرع من غير حسب الطارق سالناه من قبل وسمعناه وسالنا المتهم الطفل علي الدين محمد علي محمد الزيات موجود علي؟ سامعني؟ علي علي مين؟ علي موجود يا علي؟ اهو انت شايفك اهو ماشي ماشي يا علي وسالناك قبل كده طارق انت جبنا لك استاذ محامي لسه بيطلع وقرب اجل ومجموعه المستندات اللي قدمتكم امبارح بيطلع اوسع دي وقت اطول خصوصا اللي جاي من الفحص النفسي والطبي ايا ما كان الامر وقلنا هنسمع واحد من يعني. لكن لسه المكان الثاني بعد لأنهما في يوم 15/4 تتهم نيابة العامة كل من طارق أنور عبد المتجلي حسن علي الدين محمد علي محمد زياد لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا القيمة محافظة القيودية على كون المتهم الثاني طفلا جواز سنه 15 سنة ولم يبلغ 18 عاما ميلادية. المتهم الأول أولا قتل عمدا مع صف الإخبار المبني عليه أحمد محمد سعد محمد طبيب خريج ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه بيت النية وعقد العزم على قتال جرمه وعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية إذان من الجلد وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا واستدرجه بدرا إلى بيته وما إن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير فلما غاب عن وعيه خلقه بحزامه يأتي من فوقه قاصدا قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية الأخرى بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيقات. وقد اقترنت هذه البناية ببناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان بأن توجه إلى مكان وجوده وأوهمه بتقديم هدية له لمسكنه فلما أمن له اقتاده بعيدة إلى المسكن مبعدا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين في التحقيقات. ثانيا أحرز سلاحا أبيض سكين وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بشرة طبي حزام من الجلد دون مسور قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية. المتهم الثاني اشترك في طريقة التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة في محل البند أولا من الاتهام السابق بأن حرضه واتفق معه على قتل الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا. تحيلا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جوده وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتقرير وتلك المساعدة على النحو المميز للتحقيقات. السيد الرئيس الهيئة الموفرة أن نأتي ساحتكم اليوم بجريمة أو جريمة إنما بمأساة تقشعر منها الأقدام يشيب لها الولدان مأساة تلبس فيها إبليس عقل غلام ونفذها وحش في صورة إنسان جئناكم بنبأ عظيم لم يأتي الزمان له بشبه أو مثيل فساد وغدر وحشية وتنكيل خيانة وخسة خطف وقتل وتمثيل مشهد فظيع ظهيع مرير اسم كبير وشر مستطيل لا شبيه له ولا نظير لا في عالم الإنسان ولا في عالم الحيوان بالله عليكم أسمعنا عن حيوان يقتل حيوانا من بني جلدته ويمثل بجثته
السيد الرئيس الهيئة الموقرة إلى حضراتكم شيخ كبير جرج الستين رزقه الله البنات والبنين فكان نهاية العقد صبي كريم أحمد محمد سعد ذو 15 عام غلام حليم جميل الخلقة ذو خلق طويل عون لأبيه سند أمين فلما آنس الأمر أفعاله آية الرشد أنجز في المنايا وعيدها وأخلف في الآمال ما كان من وعد وإلى حضراتكم وحوش كاسرة نفوس فاجرة لا شفقة فيها ولا رحمة قلوب مسودة ترهقها قدرة أولئك هم القتلة الفجرة المتهم طارق أنور عبد المتجلي عاقل المخدرات هادف الأعراض سافك الدماء مفارق الأشكال وزرع شيطاني اسمه علي إبليس في صورة صبي نبت في أرض لا نعرف طيرتها أظلته سماء لا ندري وجهتها شرب كأس اللعين طعم طعام الأثيم طعام أهل الجحيم يبلغ من العمر في عد السنين 15 عام أتى من الإثم ما لم يأته أعتى المجرمين فحشا حضرات سادة القضاة الأجلاء ففحصوا أوراق الدعوة أم عنكم نظر فيها فاختاروا مريم في الطريقة التي سأنقل بها واقعتها إلى حضراتكم فإذا منظر لا يزال حاضرا بين يدي حتى الساعة لا يقارب لا يغيب عن عيني منظر ذلك الطفل المسكين أحمد محمد سعد يوم قتل وهدر كأن أجلاءه المتنادرة قد اصطبت في تلك نعود إلى الوراء بضعة أعوام حين نشأ طارق عاق لأبويه يتعاطى المواد المخدرة يميل إلى الشذوذ الجنسي فطرده أبوه خارج المنزل ليحافظ على إخوته من شهور فسكت طارق في الطرقات فلم يجد لنفسه قرار يتنقل بين عمل وآخر واتهامات السرقة تلاحقه فيطرد أينما ذهب ولأنه لا يعرف من الآدمية إلا هيئته المملوءة بالجشع والطمع وكفر المال باع كليته للحصول على معهود وهواء ومنتهى المال 170,000 جنيه كيف لهذا الذي هانت عليه نفسه ألا يرتكب أوضع الكبائر في قادم الأيام استأجر الشقة الكائنة في حي شبرا الخيمة حيث ارتكب جريمته النكراء فيما بعد جهزها بما تحتاج إليه من مكان دارت الأيام وها هي خطاه تقوده للعمل بمقهى الشاهد الرابع مديرا للحسابات لم يلبث ذلك الخائن أن طرد من عمله بعد نحو 3 أشهر والسبب معلوم سرقة في إيراد المقهى هنالك فكر وقدر فقتل كيف قدر ماذا عساه أن يفعل كيف له أن يكسب المال أمن رزق حلال لا والله بل من بغي وضلال أنشأ حسابا وهميا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك